مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله 2023 تكون سنة سعيدة عليكم يا رب وعلى الشعب المصري، وتكون افضل من السنوات اللي فاتت، وكل انسان يحقق اللي نفسه فيه، كل رياضي ينجح في تحقيق انجازات لنفسه والبلد، ونشوف ابطالنا ومنتخباتنا بتحقق افضل النتائج على كل المستويات العربية والافريقية والعالمية. ودايما هيفضل شعارنا هنا مع حضراتكم في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير، وتلاقونا معاكم ان شاء الله متابعه لكل الالعاب الرياضيه من داخل كل الصالات ومن كل الملاعب، وننقل لحضراتكم كل ما هو جديد في عالم الرياضه. يا رب تبقى سنه سعيده عليكم، وان شاء الله ان شاء الله تكون افضل من سنين كتير فاتت. ضيف حلقتنا اللي هيكون معانا النهاردة يمكن في أول حلقاتي في 2023، هيكون معانا النهاردة الكابتن رمضان عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة. والحقيقة اتحاد تنس الطاولة بيحقق نتائج متميزة في الفترة الحالية، كان في كمان البطولة العربية للأندية اللي أقيمت مؤخرا كانت في مصر واختتمت من أيام، وحقق فريق MP لقب منافسات الرجال، وحقق فريق الأهلي لقب منافسات السيدات. هيكون حوارنا معاه النهاردة في جوانب كتير جدا خاصة بتنس الطاولة المصرية في الفترة الحالية، وكمان أكيد هنتكلم معاه عن نتائج البطولة العربية وتنظيم مصر واستضافتها للحدث الكبير. إن شاء الله هيكون معانا النهاردة في فقرتنا الحوارية. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا النهاردة، يعني يمكن قعدت أفكر مع بداية 2023، فكرت بسرعة في 2024 في الأولمبيات، ولقيت أنه متبقي بالظبط 569 يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي المفروض أنها تنطلق يوم 26 يوليو 2024، يعني تقريبا كده بنتكلم في سنة وسبع شهور، يعني مدة قصيرة جدا. ممكن حد يقول لا ده لسه، لا مفيش حاجة اسمها لسه، دي أولمبيات، ودي مدة بتعتبر تجهيز للاعبين عشان المنافسة، لأن في دول عارفة هي رايحة فين ومين اللعيبة اللي معاها ومين هينافس. ولحد دلوقتي عندنا لعيبة مرشحة للتأهل للأولمبيات، لأن اللي تأهل من مصر رسميا حتى الآن هو عزمي محلبة لاعب الرماية، واللي هتكون دي المشاركة الرابعة ليه في دورات الألعاب الأولمبية بعد نتائجه في بطولات العالم. الحقيقة كلنا عندنا أمل إن عزمي يقدر إن هو ينافس، وإن شاء الله يا رب يكون من نصيبه ميدالية. هي الأمور مش سهلة طبعا في لعبة الرماية، ولكن مفيش حاجة اسمها مستحيل. عندنا لعيبة كمان مرشحة في رفع الأثقال للتأهل زي سارة سمير بطلة العالم اللي حققت قبل كده برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، عندنا معاها كمان الرباعة بطلة العالم نعمة سعيد، وعندنا الرباعة كمان كريم كحلة، والثلاثة دول نقدر نقول عليهم أمال كبيرة جدا في باريس 24. منافسات رفع الأثقال تقرر فيها إنها تكون في خمس موازين للرجال وخمس موازين للسيدات، وفي تعديلات في الموازين. يعني ميزان سارة سمير الحالي اللي هو بتلعب عليه 76 كيلو جرام هيتغير، وهتلعب في باريس في ميزان 81 كيلو جرام، وده تحدي كبير جدا ليها ولازم تستعد ليه، واكيد ساره عارفه ده، واكيد مدربينها عارفين، ومن دلوقتي اكيد بتشتغل على ده، لانها اخر مشاركه في بطوله العالم لعبت في الميزان الخاص بيها زي ما قلت لحضراتكم. وتعديل الموازين ده عايز شغل كبير،
من اتحاد رفع الأثقال ومن اللاعبة ومن المنظومة كلها، يكون في تركيز كمان على تجهيز اللاعبة بشكل كبير عشان نقدر ننافس. لأن رفع الأثقال من الألعاب اللي احنا بنقول ايه، احنا داخلين كده ناخد ميدالية فيها، يعني ما بتبقاش مشاركتنا مشاركة كده عابرة، لا احنا بنبقى عارفين مشاركين بكام لاعب وبنلعب على كم ميدالية أولمبية من اللي هيلعبوا. وفي الحقيقة افتقدناها، افتقدنا اللعبة اللي قدام حضراتكم دي في أولمبياد طوكيو بسبب الإيقاف، وبالتالي العودة والمشاركة في باريس منتظرين منهم ميداليات، وعندنا الأبطال اللي يقدروا يحققوا ده. الخماسي الحديث عندنا أحمد الجندي اللي حقق فضية أولمبياد طوكيو في بطولات العالم الأخيرة، حققنا نتائج أكتر من ممتازة وأبطال عالم، وعندنا عناصر شابة واللي هيتنافس في الأولمبياد 27 لاعب في الرجال و27 لاعبة في السيدات، يعني الكريمة صفوة الصفوة في العالم في اللعبة. عندنا ثقة إن الخماسي الحديث بنتائجه وإمكانياته الأخيرة يقدر إن شاء الله يحافظ على الميدالية الأولمبية في باريس، بل يقدر كمان ولعبتنا تقدر إن هي تحسن. احنا طمعانين في الذهب، وصلنا للفضة وكان حلم كبير بعيد جدا بالنسبة لنا، ولكن لقينا بيتحقق فبنحلم بالذهب. التايكوندو كمان عندنا بطلنا سيف عيسى اللي حقق برونزية طوكيو، بطلنا الأولمبي وعنده بطولات عالم وإنجازات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، يمكن آخرهم بطولة العالم اللي كانت في المكسيك حقق فيها برونزية، وبعدها برونزية الجائزة الكبرى كانت في السعودية. وده لاعب عليه طموحات وأمال كبيرة، ركزوا معايا في الأسماء اللي بقولها، سيف عيسى اللاعب البطل الأولمبي اللي قدام حضراتكم على الشاشة، وأكيد التايكوندو عنده لعيبة تانية، ولكن سيف هو اللي ممكن تقول هيقدر بإذن الله يحقق ميدالية في باريس. سيف بيتعب بيشتغل على نفسه كويس، الاتحاد بيشتغل عليه كويس، عارفين ان هو قريب، فالحاجة القريبة بتبقى سهل ان احنا ايه يعني نخطف منها ميدالية كده. لو هنتكلم عن المصارعة، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس حددت المنافسة هيكون فيها 6 موازين، في الحرة وفي الرومانية وفي النسائية، يعني كل فرع ليه 6 موازين بس، وده زي رفع الأثقال هيزود من قوة المنافسة زي ما قلت لحضراتكم، وهتكون أصعب بكتير لأن في لعيبة هتجبر على تغيير موازينها. عندنا كيشو اللي جاب برونزية في طوكيو، عندنا عمرو رضا اللي حقق المركز الرابع في طوكيو، عمرو كمان كان قريب جدا من تحقيق ميدالية أولمبية، والاتنين دول نقدر نقول إن هما مؤهلين بدرجة كبيرة للمنافسة، يدخل معاهم العنصر النسائي أو في المصارعة النسائية. سمر حمزة اللي قدرت إن هي تحقق فضية بطولة العالم. ففي المصارعة عندنا برضو لعيبة يقدروا يشتغلوا، أكيد هم شغالين طبعا، أنا متابعاهم بشكل كبير جدا من خلال الفيديوهات اللي هم بينشروها من خلال التمرينات، هم بيتعبوا جدا وأنا واثقة فيهم، إن شاء الله إن ربنا هيكلل تعبهم ده. في ألعاب تانية أكيد هنشارك فيها زي كرة اليد، ربنا يكرم إن شاء الله منتخبنا ويقدر يحقق ميدالية أولمبية بعد ما قدر يوصل للمركز الرابع في طوكيو. عندنا تنس الطاولة، عندنا والسلاح كمان اللي حققوا إنجازات كبيرة وقدروا إن هم يكونوا ضمن الثمانية الكبار في الأولمبيات. وعايزة أقول لكم وقف نقطة صغيرة، أقف هنا وأقول لكم إن الأولمبيات أصعب بكتير جدا من بطولات عالم، في دول بتشتغل على ميدالية أولمبية فقط لا غير، ولا يهمها أبدا بطولة عالم. فلما أنت تدخل من ضمن الثمانية الكبار في الأولمبياد فأنت كده وصلت يعني لمرحلة متقدمة جدا في الرياضة اللي أنت بتنافس فيها، وأكيد هيبقى فيه مفاجآت في بعض الألعاب ممكن تظهر، ولكن على أرض الواقع ده الأقرب للمنافسة اللي بقول لحضراتكم عليه. طب المفروض نعمل إيه؟ لازم نشتغل من دلوقتي ومن قبل كده على تجهيز اللعيبة دي ونأهلهم للمنافسة على ميدالية أولمبية، لأن في فرق كبير جدا بين تجهيز لاعب للبطولات الأفريقية والعالمية وبين المشاركة في الأولمبيات. زي ما بقول لحضراتكم، حتى التجهيز للتأهيل للأولمبيات بيكون برضو يعني مختلف تماما.
اقل من التجهيز للنهائيات نفسها، الموضوع بيكون محتاج شغل بدني وفني ونفسي بجانب الامكانيات طبعا الماليه وتوفير المعسكرات. عارفه ان التوقيت ده صعب، وخلينا نتكلم على ارض الواقع، مع ارتفاع سعر الدولار هيكون ليه تاثير كبير على معسكرات الاعداد والسفر وهيرفع التكاليف الماليه. ولكن خلاص انت قدام امر واقع، وعشان تقدر تحقق ميداليات في باريس لازم تعمل معسكرات كتير جدا وتجهيزات كتير جدا لكل اللعيبه المرشحه للمنافسه على ميداليه، وكمان اللي هيتاهلوا للنهائيات، لان في ميداليات بتتحقق وانت مش عامل حسابها خالص. في العاب بيكون التوفيق معاك في الاولمبياد وتقدر تحقق ميداليات، وفي العاب تانية انت عارف انك هتنافس فيها، وفي العاب تانية خالص انت عارف انه صعب تنافس، ولكن لو تم التجهيز المعنوي مع الفني والبدني هتقدر. وشفنا امثله كتير في بطولات كتير، واخرهم اللي عمله منتخب المغرب، وهنرجع نتكلم تاني مثال في نهائيات كاس العالم قطر 2022، واللي حقق المركز الرابع بعد ما تخطى منتخبات كبيره جدا فيها نجوم بالملايين. الحلم حق مشروع للكل، ولكن تحقيقه عايز مجهود، عايز تركيز، عايز برنامج اعداد سليم وعزيمه قويه، وده كله متوفر عندنا في مصر، والمتبقي ان احنا نوفر المناخ المناسب ونجهز بجد، وعندنا فرصه لده لسه، الوقت ما جريش بينا لسه. قدامنا زي ما قلت لحضراتكم بدايه من النهارده، من كلامي ده 569 يوم، مش بقول لكم فاضل كام شهر، بقول لكم باليوم، لان اليوم هيفرق مع ابطالنا الاولمبيين على اولمبياد باريس 2024 اللي احلامنا وطموحاتنا فيها كبيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذنك يقدر ابطالنا يحققوا ويكسروا، يعني يمكن حلمنا يفوق طوكيو، يكسروا عدد الميداليات اللي احنا جبناها في طوكيو اللي هي 6 ميداليات. يوم ما نبقى جبنا 7 ميداليات ده الانجاز الكبير. البعض بيبقى فاكر ان احنا رايحين نجيب 20 ميداليه، مفيش كده خالص. الاولمبياد ما فيهاش كده خالص. احنا بنحلم ان احنا نكسر الرقم، ده افضل عدد ميداليات جبناها في تاريخنا في الاولمبياد. بنحلم بالافضل. الافضل ان انت تاخد ميداليه زياده. مش مهم ان انت تمشي بالراحة، ولكن تبقى ماشي في الطريق الصح. ممكن تجري بس تبقى في الطريق الغلط، في الآخر تبقى الحصيلة زيرو. إن شاء الله أبطالنا قادرين وتكون سنة سعيدة عليكم يا رب. بحب كده دايما أبتدي، يعني أنا بحب دايما في طبيعتي بحب أيامي كلها أبتديها بالتفاؤل، ودايما عندي تفاؤل بإن اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل لينا ولأبطالنا ولبلدنا، وربنا يحفظها بإذن الله. كل يوم بيكون عندنا أسطورة كتب التاريخ في الرياضة العالمية، وأسطورتنا النهاردة لاعب التنس الأسطورة نادال، أسطورة كبيرة جدا في ملاعب التنس، قدم كتير جدا خلال مسيرته الرياضية. خلينا نتعرف أكتر على رافائيل نادال أسطورتنا النهاردة ونرجع نكمل. النهارده طبعا كان لينا سؤال على السوشيال ميديا كنا بنشارك حضراتكم فيه، وسؤالنا النهارده كان ايه هي اللعبه الفرديه اللي بتتوقع تألقها في اولمبياد باريس 2024؟ خلينا نشوف متابعينا بيتوقعوا ايه. محمد عبده بيقول مبارزه السلاح ان شاء الله.
هاني النغية، مساء الفل عليك. أتوقع تألق بطلتنا بسانت حميدة في ال 100 متر عدو وال 200 متر، وتألق أبطالنا وبطلاتنا في رفع الأثقال والتايكوندو كالعادة، والخماسي الحديث والرماية بإذن الله، والتوفيق لأبطالنا. هاني مذاكر كويس جدا. وفي حسام لطفي بيقول تنس الطاولة. أحمد خيري على فيسبوك بيقول أعتقد الجودو ورفع الأثقال بعد ما رجعنا للمنافسات. كل الدعم لأبطالنا. معتز حامد بيقول ممكن مصارعة روماني. في الحقيقة أنا سعيدة جدا ومبسوطة بيهم جدا، مش عشان بتبعتولي، عشان اللي باعت فاهم. يعني بقى عندنا ثقافة الألعاب الأخرى. طول عمرنا أو طول الوقت الناس كان عندها فكر إن هي كرة القدم فقط لا غير، وعارفين اللعيبة على المستوى المحلي، حتى لو بيلعب في الدرجة الثانية هم عارفينه. لكن النهاردة الشعب المصري والجماهير المصرية بقى عندها وعي كبير جدا إن هي بقت عارفة أبطالنا في كل الرياضات، والتقدير حلو. يعني أنا ما بلاقي الجمهور دايما بيشجع أبطالنا في الأولمبياد طوكيو الأخيرة دي. الوقت والميعاد كان متغير تماما، ولكن كنت بلاقي ناس بيكتبوا على السوشيال ميديا وبيكتبوا على الفيسبوك يلا يا بطل احنا معاك، دعواتكو ادعوا له، فهم متابعين طول الوقت. وكان الكلام ده في وقت متاخر جدا، لان طبعا مع اليابان كان التوقيت يعني مختلف تماما، كان بيبقى عندنا في مثلا الصبح بيتلعب عندهم، عندنا متاخر جدا، فالثقافه دي اختلفت. فانا سعيده جدا بكل طبعا اللي بيبعتوا لنا واللي فاهمين، لان اللي باعت فاهم. اللي باعت لما اتكلم على الرمايه، اتكلم على تنس الطاوله، اتكلم على كمان يعني في ناس مثلا ما ذكروش الجمباز، حاسين ان احنا ممكن نكون بعيد شويه، اتكلموا على اكتر السلاح كمان، فهم عارفين احنا حققنا ايه وممكن نروح فين، وان شاء الله ابطالنا يقدروا ان هم يعملوا احسن في باريس 2024. اخبار كتير جدا في حلقتنا النهارده، ولكن خليني اقول لحضراتكم ايه ابرز عناوين الاخبار. منتخب اليد يفوز على التشيك في دورة فرنسا الودية. اتحاد الطائرة يكتفي بإنذار ثنائي الأهلي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام. 5 أندية تؤكد المشاركة في البطولة العربية للأندية الطائرة. الاتحاد العربي يشكر مصر على تنظيم البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة. اتحاد الجمباز يكرم لاعبي البطولة الأفريقية غدا. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نبتدي أخبارنا من الألعاب الجماعية. حقق منتخبنا الأول لكرة اليد الفوز على منتخب التشيك بنتيجة في المباراة الودية ضمن معسكر المنتخب. نتيجة كانت فرق 3 أهداف طبعا اللي في فرنسا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم اللي هتقام في بولندا والسويد، واللي هتنطلق يوم 11 يناير الجاري. منتخب مصر هيواجه بكرة الفايز من فرنسا وهولندا في الدورة الودية المقامة هناك
ودي آخر محطات استعداد منتخبنا للمونديال. المنتخب كان حصل على لقب بطولة رومانيا الودية، واللي كانت أول معسكر للمنتخب بكامل صفوفه واللاعبين المحترفين. المباراة للأسف شهدت إصابة مهاب سعيد نجم النادي الأهلي والمنتخب، واللي هيتحدد مدى إصابته خلال الساعات الجارية. إن شاء الله يكون حاجة بسيطة ويكون بخير. إن شاء الله منتخبنا الوطني يقدر يحقق طموحات الجماهير ويحقق إنجاز في بطولة العالم اللي جاية. الماتش كان خلص 33-30. ألف سلامة على مهاب سعيد، إن شاء الله تكون حاجة بسيطة. ما عندناش استعداد نفقد كتير من أبطالنا اللي بيصنعوا الفارق مع منتخبنا الوطني. كان في تدريب قبل السفر على طول، آخر تدريب للمنتخب. خلينا نشوف لقاءات من اللاعبين ونشوف قالوا إيه وطموحهم إيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بالنسبه لنا فتح الاعداد، احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل للتارجت بتاعنا، نوصل للفورمه بتاعتنا. بقالنا كتير من الصيف اللي فات يعتبر يعني ما لعبناش مع بعض في التمارين دي او في الماتشات الوديه اللي كانت موجوده في رومانيا والماتشات الوديه اللي هتبقى موجوده في فرنسا. بنحاول على قد ما نقدر نتجمع كلنا مع بعض، نحاول كلنا مع بعض نبقى في احسن فورمه لينا، خصوصا بعد عندنا غيابات طبعا كبيره زي يحيى خالد واحمد الاحمر. يعني طبعا غيابات غيابات مؤثره جدا بالنسبه لنا. بس احنا ما نقدرش يعني نستسلم للامر ونقول يعني ان احنا هنفضل على كده. بالعكس، احنا دلوقتي بنحاول نحارب اكتر، بنحاول نتمرن اكتر، بنحاول نركز اكتر ان احنا نوصل لحاجه. كاس عالم خلاص هو يعني 9 ايام ونلعبه، فده امر واقع، فلازم ان شاء الله نحاول نعمل اكتر حاجه نقدر نعملها. يعني الناس كلها مركزه والناس كلها هتحاول تعمل اللي عليها عشان ده حاجة نستحقها، نستحق نبقى موجودين في المكان ده. فإن شاء الله تمارين الماتشات كلها الناس مركزة، الناس بتحاول، الناس عايزة توصل لأعلى فورمة ليها، الناس عايزة ترجع تلعب مع بعض تاني. فإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرم. ومعروف عن منتخب مصر إن احنا لعيبة رجالة، ما فيش حد فينا بيبخل بنقطة. ما أنا دايما بقول الأحمر ويحيى خالد الاتنين، الأحمر 20 سنة شايل منتخب مصر على كتفه، عدم وجوده يأثر على اي فرقه، على المنتخب بالذات ذهنيا ومعنويا. يحيى خالد اصابته في مقتل قبل كاس العالم بشهر، اصابه كانت في مقتل جدا بالنسبه لنا، وربنا يقومه لنا بالسلامه. بس احنا كل اللي احنا حاطينه في دماغنا ان كل واحد فينا عايز يفايت عشان خاطر ان هو دي تبقى هديتنا لاحمد الاحمر ويحيى خالد. هو حلم احنا عايشينه بقالنا سنين، وكل شويه انت بتقرب منه، فدي بتبقى دروس انت بتحاول تتعلم منها. في الاخر مكسب او خساره، يعني الناس على طول بتكون فخوره بينا لانها بتبقى مصدقه اللي احنا قدمناه، وبتبقى مصدقه ان احنا حلمنا مش مجرد ان احنا نلعب ونأدي اداء مشرف. بقى عندك قاعده اكبر من الناس المحترفه، دي تديك ثقه وتديك تقل في الماتشات، والناس اللي موجوده في مصر سواء بتلعب في اهلي او زمالك، الدربيات دلوقتي بقت مختلفه وكله بقى بيلعب بالسيستم. فانت عندك دلوقتي الناس، الفريق ممكن يكون واصل لنضج محترم يقدر ان انت تبقى عندك ثقه في نفسك انك توصل لابعد مدى. طبعا اصابه يحيى خالد وعدم وجود كابتن احمد الاحمر ممكن يكون هيأثر، بس طبعا الناس اللي موجوده حلمها واحد، عايزين نحقق لهم حلمهم ونحقق حلمنا وان احنا نوصل لحاجه محترمه في البطوله دي. ببقى شايفه في الحقيقه ان احنا محظوظين جدا بوزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، لان هو داعم لكل الابطال ودايما في ظهرهم ودايما بيتواصل معاهم، ولو في اي مشكله واي ازمه بيحلها بسرعه جدا. فبرجع واكد ان الدعم بيبقى شيء مهم جدا، وتاكيدا على كلامي ده دكتور اشرف صبحي كان حاضر المران الاخير لمنتخبنا الوطني لكره اليد قبل ما يسافروا. خلينا نشوف اللقاء. سعيد جدا النهارده واحنا موجودين في مركز تدريب المنتخبات القوميه بالمعادي، اكيد علشان نتابع ونؤازر احد المنتخبات المصريه القويه، منتخب مصر لكره اليد، قبل سفره ل يعني بطوله العالم.
اللي يعني هتكون في بلدين كبار جدا في مجال كره اليد، الدنمارك والسويد. ويمكن في مباراه من المباريات هتكون مع الدنمارك، وترتب عليها يمكن نقابل السويد، يعني بلدين فالقرعه مش سهله شويه، لكن ان شاء الله نثق في اولادنا واعدادهم ويعني وحاجات كتير. بص حضرتك، انا ليس بالحكم الفني، لكن اقدر اتكلم واقول هم عنصرين كبار في الفريق. احمد الاحمر يعني دي سنه الحياه، وطبعا يعني ده من احسن محترفين اوروبا. قدر صليبي يعني اعمل ايه يعني؟ الفريق لسه جاي من بطوله رومانيا، كانت بطوله وديه استعدادا، والحمد لله هو يعني خدها. هيطلع تاني مباراه وديه ثم يطلع على بطوله العالم. ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب، ونتمنى ليهم يعني الاداء الطيب والمؤازره من خلال الاعلام، ده شيء كويس جدا عشان بدايه الفيلينج او بدايه الاحساس ان عندنا منتخب زي منتخبات الالعاب الفرديه اللي موجوده الحمد لله منتشره في كل مجال ومكان. وزاره الشباب والرياضه بتخرج في الشهر الواحد من 100 الى 150 بعثه رياضيه، يعني على خلال العام لا يقل على 1200 بعثه رياضيه، وكل بعثه قوامها قد ايه، بتكاليف قد ايه، مش هنقصر في ده. وده الدور الحقيقي للاعداد حتى 2028، المرحله الاولى للاعداد للدورات حتى الدورات الاولمبيه في الحقيقه، ومحك التطوير لكل الرياضات خلال نشاطات قوميه في كل الرياضات بتوازن. وده بينقل كمان للتطوير في مراكز الشباب وفي الانديه وفي المنشات، الاماكن زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا المكان اللي احنا فيه طورناه بشكل منسق جدا، بيدار بشكل عالي المستوى زيه في معظم المحافظات، عندنا اماكن. فبالتالي المنتخبات القومية ده تخص الحكومة كمان غير الأماكن الأخرى العامة. فنتمنى دائم التوفيق لشبابنا وفرقنا ومنتخباتنا. توفيق إن شاء الله لمنتخب كرة اليد. نروح لأخبار كرة الطائرة. الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعلن قراره بإنذار ثنائي الأهلي عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح على خلفية أحداث مباراة قمة الدوري أمام الزمالك، ويحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك في ملعبه بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري. وكان حكم مباراة القمة كتب في تقريره إن ثنائي الأهلي عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح الاثنين توجه لي أكثر من مرة خلال المباراة للاعتراض على قرارات الحكم. قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة توجيه إنذار للاعبين عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح لأنها المرة الأولى في الموسم اللي صدر منهم الفعل ده، وفي حال تكرار الاعتراض على التحكيم أو التجاوز ضده هيتم إيقاف اللاعبين مباراة وغرامة 2000 جنيه، والكلام ده وفقا للائحة اتحاد الكرة الطائرة. كاميرا ملعب الأبطال كانت موجودة في المباراة، خلينا نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله على المكسب النهارده، الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله قدرنا النهارده نفرحهم بمباراه ممتعه جدا في الفولي ومهاريا ومستوى، وده المتوقع من قطبي الكره الطايره في مصر. زي ما انتم عارفين اهلي وزمالك ملوش مقياس الا في الملعب. الحمد لله النهارده قدرنا نشتغل كويس جدا على فرقه الزمالك، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نسعد جمهورنا والحمد لله. لا هو حضرتك زي ما بتقول كده، دي اول مواجهه السنه دي ان شاء الله. الموسم فيه كتير اهلي وزمالك، فيه 5 بطولات السنه دي، المفروض الفرقتين هيشاركوا في الخمس بطولات، دوري وكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه وسوبر. ده بدايه طور تمهيدي لتحضير لترتيب من 1 ل 8، فان شاء الله احنا بنوعد الجمهور ان شاء الله احنا بنحافظ وان شاء الله ربنا يوفقنا، ومركزين ان شاء الله في الخمس بطولات، وان شاء الله يبقى ربنا موفقنا باذن الله في اللي جاي. الحمد لله، احب ابارك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه الرجاله. الماتش كان ماتش صعب، ماتش ديربي طبعا. الزمالك خد مننا الدوري السنه اللي فاتت، كنا متسيدين الدوري بقى لنا 5 سنين ولا 4 سنين متتاليه،
فالماتش ده كان دافع لينا ان احنا نرجع لعيبه النادي الاهلي تاني، وكان النادي الاهلي تاني، فالحمد لله قدروا نكسبهم في وسط ارضهم في وسط جمهورهم الحمد لله 3-0. وفريق الزمالك فرقه جامده مش فرقه ضعيفه، عناصر كلها منتخب مصر زائد لعيبه النادي الاهلي صحاب كلها في المنتخب، فالحمد لله قدرنا نفوز على المباراه 3-0 الحمد لله. الدوري السنه دي دوري جامد، كله مدعم بمحترفين، كل الماتشات صعبه مفيش حاجه سهله، وبالذات السنه دي عاملين دوري سوبر، داخلين الحمد لله عندها 5 بطولات، فان شاء الله نقدر ان شاء الله فريق النادي الاهلي يقدر ياخد ال5 بطولات بامكانيات اللعيبه والجهاز الفني اللي معانا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. ماتش قوي طبعا، ماتش الزمالك ده ماتش ديربي مختلف عن اي ماتش، الحمد لله رب العالمين احنا ذاكرنا الفرقه كويس وربنا كرمنا نلعب الماتش ان شاء الله 3-0. لسه عندنا ماتش معاهم تاني ان شاء الله العوده بتاعتنا، ولسه عندنا برده ماتشات جايه ان شاء الله، عندنا سموحه تاني وعندنا شرقيه الدخان، فربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. يعني كل ماتشات كويسه، ودوري السنه دي مختلف عن كل سنه، في محترفين تقريبا في معظم الانديه، فالدوري السنه دي قوي يعني، ربنا يكرم ان شاء الله، وان شاء الله الدوري يعني يكون اهلاوي ان شاء الله. والله مباراه النهارده بنبارك للنادي الاهلي، وده احنا قلنا قبل كده وزي ما اتكلمنا لعبتنا هي مباراه في الدور التمهيدي، ان شاء الله ما تاثرش على النتيجه بتاعه نادي الزمالك، وان شاء الله احنا متاهلين احنا والنادي الاهلي، وبننتظر 2 من 4 فرق سموحه بتروجيت شرقيه الدخان الترسانه. احنا بنستعد للفتره القادمه ان شاء الله دور الثمانيه، وبعد كده يبقى في السوبر، واحنا ان شاء الله في طريق دعم الفريق باثنين محترفين هيكونوا اضافه للفرقه. والنهارده بقول الف سلامه على كابتن رضا هيكل كابتن النادي وكابتن نادي الزمالك، وان شاء الله تبقى اصابه بسيطه ويلحقنا في المباراه اللي قادمه ان شاء الله. لسه مع منافسات دوري الكرة الطائرة رجال، وفوز فريق بتروجيت على فريق سموحة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد فقط. خلينا نشوف لقاءاتنا بعد المباراة. أولا يعني أنا بشكر الفرقتين بصراحة، يعني احنا النهاردة تلعب مباراة مقفولة، اي حد يبص على السكور يقول الاثنين ما شاء الله عليهم، يعني الشوط الاولاني 26-24 والثاني 28-26 31-29، والشوط الاخير زي ما انت شايف كده برده 26-24، مباراه مقفوله. الفرقتين ادوا بصراحه مباراه جميله امتعت الناس الحضور يعني، ودي بالنسبه لنا كان اليوم النهارده كان يوم بالنسبه لنا مهم جدا. ليه؟ لان دلوقتي احنا المفروض الترتيب بتاع المجموعه بيتحدد النهارده، الماتش اللي قبلينا الشرقيه الدخان كسب الترسانه، واحنا كان لازم نكسب النهارده عشان خاطر الدور الثاني، يبقى كده النقط باذن الله نخش من 1 ل 8 باذن واحد احد. فمباراه قويه من الاثنين اللاعبين، الاثنين الفرقتين ادوا مباراه ولا اروع، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. الماتش النهارده مباراه قويه جدا كانت، احنا وسموحه فرقتين يعني دايما بيبقى ند لند. والله كابتن لقاني الايام اللي فاتت دي خلانا نذاكر كويس قوي الفرقه اللي قدامنا وازاي نقدر نلعب عليهم عشان نشوف الثغرات اللي عندهم، ويبقى هي دي مفاتيح الفوز بتاعتنا، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني الماتش النهارده. المنافسه على اللقب السنه دي مش هتبقى سهله خالص، زي ما احنا شايفين اهو فرق كانت في القمه السنه اللي فاتت بتخسر دلوقتي، فريق بتروجيت دعمت جامد السنه دي، وان شاء الله داخلين قوة، فربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله تبقى المنافسه حلوه ان شاء الله. طبعا ماتش كبير وفرقه كبيره بتروجيت وسموحه فرقه كبيره، التنافس في الملعب كان قوي جدا يعني، وحتى الجيمات طلع فرق 2 بونت في الاخر 28-26، هي باد لك النهارده لفرقه سموحه ومبروك لفرقه بتروجيت، وهو ده الدوري المصري دوري قوي يعني، وان شاء الله نعوض في اللي جاي باذن الله. والله بص، هو كل شوط مباراه، تمام، احنا بناخد كل شوط مباراه، ما كسبناش المباراه دي هنكسب اللي بعديها هنكسب بعديها لغايه ما الماتش ينتهي خالص، وان شاء الله لسه كل ده يعني في التمهيد النهائيات، لسه ان شاء الله ما يطلع الثمانيه يكون المستوى احسن من كده باذن الله. نروح لمباراه ايسترن كومباني والترسانه، واللي انتهت بفوز ايسترن كومباني بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط واحد. وايضا كان لينا لقاءات ما بعد المباراه، خلينا نتابعها مع بعض. هو طبعا الحمد لله على المكسب، لكن فرقه محترمه، احنا عاملين فرقه في ايسترن كومباني فرقه محترمه،
وان شاء الله هتشوف حاجات احسن من كده كتير في الايام الجايه ان شاء الله. يعني المجموعه بتاعتنا مجموعه قويه جدا، اهلي وزمالك وبتروجيت وسموحه شارع الدخان الترسانه، ست فرق قويه جدا، يعني ست فرق قويه فعلا يعني عكس المجاميع الثانيه هتلاقيها اهدى من كده بكتير. والله الحمد لله كانت مباراه قويه، الفرقتين بصراحه ادوا اداء ممتاز. احنا في اول الماتش طبعا كانت الاعصاب مشدوده، بس يعني الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف دوت يعني الحمد لله. والله المنافسات الفتره الجايه ما يعني ما فيهاش زي ما بيقولوا، لازم الفرق كلها تنزل وتعمل اللي عليها وتأدي اداء قوي طبعا، لان طبعا كل ماتش وليه حساباته يعني، فلازم ان شاء الله باذن الله كل فرقه تنزل تعمل اللي عليها. والله الحمد لله الماتش كان صعب يعني، الفرقتين قريبين من بعض، وميعاد الماتش بس كان بدري شويه الساعه 2، مش متعودين نلعب في الوقت دوت، بس الحمد لله هم كانوا موافقين اكتر مننا. عندنا اصابات كتير في الفرقه، في 3 لعيبه مصابين، فده اثر علينا كلنا بالسلب يعني، بس لكن في الاول في الاخر يعني ده نصيب والحمد لله رب العالمين، ولسه ان شاء الله باذن الله اللي جاي يعني نقدر نعوض، وعندنا فرصه يعني ان شاء الله باذن الله. لسه مع اخبار الكره الطايره، واللجنه المنظمه للبطوله العربيه للانديه لكره الطايره برئاسه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للعبه ونائب رئيس الاتحاد العربي تلقت موافقات رسميه من 5 انديه على المشاركه في البطوله حتى الان، وهم الزمالك المصري والاهلي المصري والوكره القطري والاهلي القطري وبنياس الاماراتي، اول المؤكدين للمشاركه في البطوله العربيه للأندية بالقاهرة. من المتوقع أنها يشارك في البطولة أكثر من 20 نادي، ولكن دول بس اللي أكدوا حتى الآن. ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة استاد القاهرة بتوفير 3 صالات لاستضافة البطولة، وهيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات، بينما هتستقبل صالة رقم 4 تدريبات الفرق المشاركة في البطولة. كمان حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطايرة يوم 14 يناير آخر فرصة لتلقي موافقات الأندية اللي هترغب في المشاركة في البطولة العربية، وهتستضيف مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطايرة على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 فبراير ل 3 مارس الجاري بإذن الله. من النهاردة لغاية يوم 14 دي آخر فرصة لأي فريق، أي فريق عايز يشارك في البطولة العربية لازم يخاطب الاتحاد. كده خلصت التفاصيل أخبار ألعابنا الجماعية، ولكن لسه في أخبار كتير في الألعاب الفردية. إصابة ممتازة في النهاية. نبتدي من الألعاب الفردية مع تنس الطاولة. الاتحاد العربي لتنس الطاولة وجه الشكر للاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الأستاذة معتز عاشور على نجاح تنظيم البطولة العربية لتنس الطاولة اللي أقيمت في مصر للأندية، واللي أسفرت عن فوز إنبي بلقب الرجال وفوز الأهلي بلقب السيدات. الاتحاد العربي وجه الشكر لمصر على حسن الاستقبال والتنظيم والتعاون الكبير ونجاح البطولة، وده الحقيقة الوسام اللي بيكون على صدرنا طبعا كلنا بعد ما البطولة بتقام، ودايما مصر بتكون متألقة في استضافة كل البطولات وكل الأحداث الرياضية، الحمد لله حاجة ما بقتش جديدة علينا. أيضا كاميرا ملعب الأبطال كانت موجودة في البطولة وأحداث البطولة. خلينا نشوف لقاءات، نرجع مرة تانية مع حضراتكم.
والله الحمد لله النهارده البطوله كانت يعني انا اقدر اقول التنظيم كان ناجح بدرجه كبيره. الحمد لله ما كانش في شكاوي ولا شكوى من الدول العربيه او الانديه العربيه اللي شاركت. كل الناس النهارده زي ما حضرتك شفتي سعيده، ختامها كان مسك. مصر فازت ببطوله الانديه للرجال نادي انبي، النادي الاهلي للسيدات فاز ايضا بالبطوله. يعني كان في 22 نادي او 20 نادي في الرجال و12 نادي في السيدات مشاركين، كان في محترفين كتير. ده دلاله على ان البطوله فيها مباريات قويه كانت جدا. ممكن شفنا اخر مباراه كان فيها اللاعب المحترف من انبي ومحترف من البحرين، وكانت مباراه قويه جدا. لكن الحقيقه لاعبي انبي بصراحه عملوا مباريات قويه طول فتره البطوله ويستحقوا فعلا ان هم يفوزوا بالبطوله. اعتقد البطوله بشهاده الجميع الحمد لله نجحت، وهذا مش غريب على مصر او على الاتحاد المصري برئاسه الاخ معتز عاشور. واحنا تاكدنا يعني متاكدين من سند التنظيم الى الاتحاد المصري ان البطوله راح تنجح، ومشاركه اعتقد 30 نادي من الدول العربية هذا نجاح. البطولة منذ بدأت إلى نهايتها كانت منافسات عالية، منافسات عالمية. الحمد لله نجحت البطولة نجاح كبير. اليوم النهائي كان نهائي مميز السيدات والرجال، والحضور الجماهيري صراحة أعطى النهائي قيمة كبيرة. طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا قبل المباراة وقبل مباراة السيمي فاينل بتاعة امبارح. كل الماتشات قوية، كل الماتشات كانت فيها جدية، كل الماتشات اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي كلها فعلا بجد كانت ملعوبة. بطولة كبيرة، بطولة مش سهلة. احنا توجنا قبل كده مرتين ببطولة افريقيا، الحمد لله رب العالمين كسبنا اول. لكن دي بطولة في حق ذاتها فيها محترفين كتير جدا من دول كتير، فبطوله قويه. يعني الحمد لله ان احنا توجنا، ويعني مبروك لانبي ومبروك لمصر الحمد لله رب العالمين. احلى يوم في حياتي، يعني من احلى الايام في حياتي الصراحه، لان انا اول مره اخد البطوله دي، اول مره النادي يلعبها، اول مره يعني اول مره انا العب البطوله دي، واول مره ناخدها. جايين من بعيد قوي، رابع مجموعه، نكسب تاني المجموعه وناخد سكتهم تاني البطوله كمان، ونكسب اقوى فرقتين ابطال البحرين وبطل قطر وكل الفرق بره. فاحنا الحمد لله اثبتنا ان احنا من احسن انديه في مصر، احسن نادي في مصر الحمد لله. خدنا انديه عربيه، خدنا انديه افريقيه، يعني يعتبر احنا كتبنا تاريخ. يعني ممكن لعبه التنس طاوله مش مشهوره، ولكن احنا النهارده كتبنا تاريخ. اتمنى ان بس الموضوع ده يتبروز اكتر، لان اللي حصل النهارده يعتبر اعجاز. انا كنت متاكد ان ده هيحصل، بس انا في الحد ذاته ده اعجاز اللي حصل النهارده، اللي حصل امبارح، البطوله كلها الطريقه دي. لا ده اعجاز. اصعب مباراه في حياتي مش في البطوله بس، الحمد لله. واللي كان علينا ضغوطات عاليه بخروج النادي الاهلي مبكرا، الحمد لله قدرنا نفرح الناس، وكان مباراه صعبه الحمد لله. هو احنا اول مره نشارك في البطوله دي، فالنادي انبي يعني بعد ما دخلنا دور الثمانيه بصراحه ما حطوش علينا اي ضغوطات، والنادي دايما كان في ظهرنا وبيساندنا، ومكافئات من اول البطوله وبيساندنا. فالحمد لله ما كانش علينا ضغوطات غير اللي احنا بس عايزين نكسب البطوله عشان مصر. ألف ألف مبروك طبعا لفريق أنبي لتنس الطاولة رجال حصوله على البطولة العربية للأندية، وأيضا على مستوى السيدات النادي الأهلي كان قدم أداء مميز جدا وقدر أن هو يحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي. خلينا نشوف لقاءات مع بطلاتنا اللي كانوا طبعا بيتوجوا بلقب البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة سيدات من النادي الأهلي. والله احنا طموحات النادي الاهلي على طول، احنا بنلعب على المركز الاول على طول، وان شاء الله جايين علشان ناخد البطوله ان شاء الله. والله التنظيم جيد جدا، ومن القليل جدا ان لما بيكون في دوله بتعمل بطوله بتوفر صاله ثانيه للتدريب بتكون على مستوى عالي. الاتحاد المصري عمل صالة للتدريب، صالة يعني فرعية لتدريب الفرق
يعني وقت مفتوح في اي وقت انها تتمرن يعني. والله يعني مصر بتشترك بالنادي الاهلي والنادي الزمالك ونادي جزيره الورد، اول مره اشارك. يمكن حظوظهم يعني اعتقد واحده ان شاء الله يعني، فربنا يوفق الجميع. طبعا مبسوطه جدا ان انا بشارك بطوله الانديه العربيه السنه دي، خصوصا انها بتتلعب في مصر، ومبسوطه طبعا كمان ان انا بلعب مع النادي الاهلي. ان شاء الله اكيد احنا نفسنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه وان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، فربنا يسهل ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله عندنا ماتش السيمي فاينل، ماتش جامد ضد نادي جزيره الورد من مصر. بالظبط. فطبعا ده بيكون ماتش جامد لان زمايلنا من مصر يعني، فطبعا مستواهم كويس، فده ماتش صعب. وان شاء الله لو ربنا وفق عندنا برضو في النهائي ماتش صعب، سواء كان نادي الزمالك او نادي البحرين اللي هم جايبين محترفه جامده جدا من رومانيا، وعندهم لاعب مصنفه يعني حاليا هي ممكن تكون 23 او 24 حاجه كده، بس كانت وصلت كانت جوه ال 20 وكسبت لعيبه صينيه بطلة اولمبياد قبل كده قريب، فماتش جامد قوي، فيعني ربنا يسهل. احنا طبعا النادي الاهلي يعني هدفنا ناخد اول البطوله، وهنلعب بعد بكره ان شاء الله السيمي فاينل، واحنا جاهزين يعني، وان شاء الله نركز في كل الماتشات يعني، كل واحد وكله يشجع وكله يبقى جاهز، عشان هدفنا يعني ان شاء الله ناخد اول، وهنتعب عشان ان شاء الله تحصل. تنظيم حلو جدا يعني، اكيد في الصاله دي بتلعب فيها البطولات الدوليه وكده، وبتبقى على طول صاله حلوه يتلعب فيها، والارضيات حلوه والتفاصيل حلوه، كل حاجه يعني ماشيه حلو وكده كده. تنظيم بيبقى حلو على طول، وبيبقى نفسنا يتلعب بطولات كتير قوي في مصر يعني. هو فريق الاهلي طبعا كويس جدا، عشان اتكلم على فريق الزمالك فيه لعيبه كويسين، وهم فريق كويس، فريق جزيره الورد، فريق العالي البحريني، كل دول منافسين يعني هيبقوا لينا، وان شاء الله احنا يعني نركز ماتش ماتش ونشوف مين هيبقى معانا كل ماتش وكده. من تنس الطاولة نروح لأخبار الجمباز. اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين هيكرم بكرة لاعبي المنتخب اللي شاركوا في البطولة العربية الأفريقية الأخيرة، وعددهم 28 لاعب ولاعبة. التكريم هيقام بكرة في صالة نادي مدينة نصر، وهيكون على هامش بطولة الجمهورية للدرجة الثانية اللي هيشارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين واللاعبات، وهيتم من خلالها اختيار لاعبي منتخب الناشئين. اتحاد الجمباز الفترة الأخيرة بيقدم أداء رائع جدا على كل المستويات الفنية والإدارية، وده ظاهر بقوة في التطور اللي حاصل في نتائج المنتخبات ونتائج طبعا أبطالنا، وكمان الطفرة اللي شفناها على مستوى تنظيم واستضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية، واللي آخرها كانت بطولة الفراعنة الدولية. كل التوفيق لأبطالنا في الجمباز إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله نفسنا نشوف أبطالنا على منصات التتويج في أولمبياد باريس 2024، يا رب ليه لأ. هم يستحقوا يحققوا إنجاز تاريخي يفضل في ذاكرة التاريخ لسنوات وسنوات. هم أبطال على مستوى أفريقيا، على مستوى العالم كمان، لينا رانك محترم، إن شاء الله نقدر في الأولمبياد إن احنا نحقق مركز متقدم. بكده خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده. نروح لفاصل، بعد الفاصل استقبل ضيف حلقتنا النهارده كابتن رمضان عبد الله عضو مجلس اداره اتحاد تنس الطاوله، وحديث مطول عن تنس الطاوله المصريه بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية. زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا النهاردة هي عن تنس الطاولة المصرية، لعبة محققين فيها إنجازات كبيرة جدا من فترة مش من قريب، والفترة الأخيرة في الحقيقة إنجازات على المستوى الفني وعلى مستوى التنظيم وتفاصيل كتيرة جدا أكيد النهاردة حابين نعرفها من ضيفي الكريم اللي منورني النهاردة في ملاعب الأبطال، كابتن رمضان عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة. مساء الخير على حضرتك يا كابتن، منورنا. مساء النور يا فندم، بحيي حضرتك وبحيي جميع السادة المشاهدين. شكرك. تنس الطاولة يعني عمل طفرة وعمل حالة، والشارع المصري كتير بقوا متابعين وبقوا عارفين أبطالنا وعارفين أسماء بعينها، ولكن خليني أبتدي مع حضرتك من آخر حاجة، البطولة العربية للأندية اللي استضافتها مصر كانت على صالة 2 في استاد القاهرة الدولي، والتنظيم المبهر اللي كلنا شفناه. عايز اعرف من حضرتك يعني اراء الوفود ايه، الفيدباك بتاعهم عن البطوله وعن التنظيم على المستوى التنظيمي، مش هنتكلم على الفني، هنخليه في الجزء الثاني. اولا الاتحاد العربي لتنس الطاوله فاجئنا باسناد البطوله لمصر، كان الاسناد في الاساس لتونس. تونس واعتذرت يعني لما اتسالت، عشان كانت بتحضر لبطوله العالم للناشئين. فهي فضلت ان هي تركز في بطوله العالم للناشئين التي اقيمت في تونس، في حتى يعني الكلام ده كان من اقل من شهر، وكان منتخبنا مشارك في بطوله العالم للناشئين. على طول الاتحاد العربي يعني كلم الكابتن معتز عاشور، والكابتن معتز عاشور تواصل مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وعلى طول الحمد لله كان في توافق في الجزئيه ديت، والحمد لله ان مصر ابلغت الاتحاد العربي بالموافقه على ان مصر تنظم البطوله. الحمد لله. الوفود بقى لما جت بقى انطباعهم كان ايه عن البطوله؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا بمجرد يعني اسناد البطوله لمصر، الحمد لله تشكيل لجان على طول والتنظيم واللجان المختلفة، الإقامة، الانتقالات، الكلام ده، وده يعني عطى انعكاس جيد جدا على الوفود. الحمد لله ما فيش أي شكوى من أي وفد، بل بالعكس في نهاية البطولة كان في كده زي جروب عمل وجروب تواصل بيننا وبين كل الوفود العربية، وتم الإشادة بالتنظيم الجيد الحمد لله، وكان في الثناء والشكر من الدول العربية كلها لتنظيم مصر للبطولة. الحمد لله، يعني احنا على مستوى الرجال فريق انبي حقق البطولة، على مستوى السيدات النادي الاهلي حقق البطولة، فاحنا اكتسحنا البطولة سواء رجال او سيدات. حضرتك قيمت المستوى الفني ازاي للبطولة؟ البطولة كان مستواها الفني عالي جدا جدا جدا، طبعا ده لمشاركة لعيبة محترفين في الدول العربية. يعني احنا لقينا ان مثلا فريق صار البحريني جايب لاعب محترف، فريق البحريني اللي هو لعب المباراه النهائيه ضد نادي انبي كان لا جايب لاعب كرواتي، كل اللاعب وانبي كمان كان جايب لاعب من فرنسا. بصراحه كان مستوى البطوله عالي جدا جدا، وده ظهر يعني على الحاله اللي كانت في النهائي. الجماهير كانت ماليه الاستاد، وكانت الحمد لله حاجة مشرفة جدا، وتشرفنا يعني بالصدفة أبلغنا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان حتى هو تفاجئ بالجماهير والمستوى الفني. الحمد لله كان في حضور جماهيري كبير كتير جدا جدا جدا، وكان في تشجيع حماسي جدا لفريق إنبي، وده اللي شجع إنبي إن المباراة وصلت لمباراة فاصلة. حضرتك عارفة إن مباراة تنس الطاولة في الفرق بتبقى عبارة عن 5 مباريات، فوصلنا لاتنين اتنين وكانت في مباراة فاصلة، لكن الحمد لله احنا ما وصلناش للمباراه ديت، ان اللاعب المحترف بتاع انبي كسب اللاعب المحترف من فريق البحرين. لا، اوقات دايما بقول ان ممكن تبقى في اوراق رابحه لازم نستغلها. يعني بما ان متاح ان ممكن يبقى في لاعب محترف في الفريق، فده شيء مهم جدا. برضو في بعض المنتخبات بقوا بيستعينوا بلاعبين محترفين، حضرتك ايه رايك في التجربه دي؟ والله بصي هقول لحضرتك حاجه، هو تجربه الاحتراف تجربة ممتازة جدا جدا. يعني لعبتنا احنا عندنا لعيبة محترفين في تنس الطاولة، عندنا لعبنا يعني المصنف رانكينج توب 20 على مستوى العالم عمر عصر، وحقق ميدالية، يعني كان قاب قوسين ان يحقق ميدالية في طوكيو 2021،
والحمد لله هو يعني طلع الخامس على البطوله في طوكيو. قريب جدا عمر عصر ان شاء الله نامل ان هو يحقق لنا في باريس 24 ميداليه، عندنا امل كبير ان شاء الله. طبعا هو وكل اللاعبين عندنا هنا جوده، عندنا دينا مشرف ان شاء الله، وهم الاحتراف يعني بيرفع من مستوى المنتخبات، وده انعكس كتير جدا زي ما احنا شفنا كده. منتخب مصر يعني من اهم الانجازات ان هو في بطولة العالم في الصين لسه منتهية من فترة قريبة جدا حققنا المركز التاسع. وطبعا الناس هتستغرب يعني التاسع دي يعني لا ازاي، لا التاسع في تنس الطاولة حاجة كبيرة جدا. يعني لما نتكلم بطولة عالم والتاسع يعني حاجة كبيرة. احنا طبعا مش هنتكلم على الكورة وتصنيفاتها، لا احنا في تنس الطاولة حضرتك دول شرق اسيا، احنا بنتكلم على الصين تصنيفها رقم واحد، ويليها هونج كونج الصين تايبي، ونخش على السويد ونخش على المانيا، احنا نبقى التاسع على العالم دي حاجه كبيره جدا. خلي بالك يعني عايز اقول لك ان طموح الشعب المصري يعني رافع سقف طموحه قوي مع تنس الطاوله. في بدايه الحلقه كنت بسالهم تتوقعوا ايه في الالعاب الفرديه يحقق في باريس 2024، كذا حد بعت وقال تنس طاوله ان شاء الله. ده برضو بيحط عليكم عبء كبير، يعني عمر اللي عمله في طوكيو ورفع سقف طموحنا، احنا كان اقصى طموحنا ان احنا نبقى من ضمن الثمانيه الكبار، لما عمر يوصل للمركز الخامس فكان يعني فاضل له حاجه بسيطه قوي ما بينه وما بين الميداليه الاولمبيه. دي مسؤوليه كبيره جدا وان شاء الله نكون قدها وقدود. عمر على سقف الطموح لكل لاعبتنا في تنس طاوله. عمر لاعب كبير جدا ومجتهد ومحترف في المانيا، في احسن الانديه في المانيا. دينا مشرف كانت محترف فتره من فترات، لاعبين كتير عندنا محترفين في الدوري التركي والدوري الفرنسي. الحمد لله احنا يعني عندنا امل، وده يحطنا تحت مسؤوليه كبيره ان احنا في ان شاء الله في باريس 24 نامل، مع ان هي عشان بس ما نبقاش الوعود كبيره، لكن نامل طبعا ان احنا نحقق ميداليه. ودي في حد ذاتها لما نتكلم حضرتك دايما كلمه الكابتن معتز عاشور يقول لك رقم واحد واثنين وثلاثه صين، يعني تخيلي حضرتك الميداليه الذهبيه والفضيه والبرونزيه صين. فطبعا ان احنا ندخل وسط الكوكبه الكبيره دي من دول العالم. لما نتكلم على التصنيف نلاقي المانيا فين، وهونج كونج، الصين تايبي، السويد، فان احنا نبقى تاسع وعندنا طموح كبير جدا ان لعبتنا توصلنا للعالميه في التوب 10 ان شاء الله. كابتن معتز كان دايما يقول الكوتا 2 فيقول لك السين بتسيب لك البرونز، يعني البرونز دي حد يخطفها من وسط، يعني هم بياخدوا اول وتاني، والبرونز دي ايه؟ يعني كل دول العالم تتنافس عليها. انا هقول لحضرتك حاجه، بس مفيش حاجه بعيده. لا طبعا كابتن رمضان، يعني خليني اقول لحضرتك ان كل حاجه بدات بحلم، بس طبعا مش حلم وانت بتحلم وقاعد في البيت، حلم بتشتغل عليه، حلم بتتعب عليه، حلم بتخلص ليه. ف يعني انا ببقى شايفه دايما ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، او يمكن ده قانوني في الحياه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. طول ما انت بتتعب وبتجتهد وربنا مطلع على تعبك هيديك على قد تعبك. اكيد اكيد ان شاء الله. وده اللي شفناه في لعبتنا الكبار، يعني عمر اشتغل على نفسه، سافر وهو صغير، احترف، تعب، بيشتغل على نفسه كويس جدا. هنا جوده اللي عندها 15 سنه حضرتك، دي معجزه تنس الطاوله. هنا جوده مش عايز اقول لحضرتك يعني بيجي لها اوقات صغيره جدا ان هي تذاكر وتدرس، هي طول السنه بره مصر، من بطوله هنا لبطوله هنا لبطوله هنا. فاحنا عندنا لاعبين ولاعبات نفخر بيهم الحمد لله، ان شاء الله هم اللي هيدونا الامل ان شاء الله في السنين الجايه، وخصوصا باريس 24. ايه سبب الطفره اللي بتعيشها منتخباتنا في تنس الطاوله؟ هقول لحضرتك حاجه، هنا منتخباتنا ندي لكل ذي حق من حق. الطفره جايه هقول طبعا اتحاد تنس الطاوله، يعني احنا بس مش عشان ما نكبرش طبعا اتحاد تنس الطاوله ليه دور، لكن هو في عوامل كتير جدا في الطفره دي. اولا في الاحتراف، يعني احنا عندنا لاعبين احترفوا كتير، مش قليلين، عدد مش قليل. الاحتراف ده اعطاهم الاحتكاك بمدارس كتير في تنس الطاوله طبعا، يعني احنا لما مدارس قويه جدا طبعا، يعني في اوروبا، في طبعا دول شرق اسيا، الصين واليابان دلوقتي دخلت في الموضوع، في هونج كونج. الاحتراف ثم نرجع للانديه، في انديه هنا في مصر مهتمه جدا بتنس الطاوله، الاهلي، الزمالك، انبي، جزيره الورد، في كتير، سموحه في اسكندريه، سبورتنج، في انديه كتير قوي مهتمه بتنس الطاوله. زائد بقى نرجع بصراحه نرجع للبيت.
البيت طبعا عليه عامل كبير جدا، ولي الامر بيتعب عشان ندي بس حقهم. فعلا انا مسميهم الرحاله، يعني بياخدوا ولادهم بيسافروا بيهم كل حته، سواء جوه مصر في البطولات الجمهوريه دي، يعني مثلا هنا جوده لما بتسافر بتاخد والدتها معاها في كل حته في العالم، دي ده تعب ومجهود كبير جدا. طبعا اتحاد تنس طاوله عامل خطه طبعا وعامل بطولات وبيشارك باكبر عدد من البطولات الدوليه، وده الاحتكاك المطلوب، بيعمل معسكرات على مستوى العالم. يعني بطوله العالم اللي فات كان في معسكر، بطوله العالم اللي قبليها كان في معسكر في المانيا. بصراحه يعني احنا طمعانين شويه في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي يدعمنا، وهو صراحه مش بخلان علينا في حاجه، وكل بطوله احنا بنقدم له بطلب من الدعم بيتحقق على طول معالي الوزير، وطبعا يليه الدكتور عادل رضوان والدكتور محمد الكردي. بصراحه محدش متاخر خالص علينا خالص يعني، طبعا اللجنه الاولمبيه مش طاوله بس، ده لكل الالعاب دي موجوده احنا شايفين، بس دول حقهم، لازم نديهم حقهم. وطبعا والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، بصراحه محدش بيبخل علينا بحاجه. ان شاء الله نامل بقى في الفتره الجايه زياده المعسكرات، هتطلب بس يعني الماديات تزيد شويه، الدعم يزيد شويه، ان شاء الله خير باذن الله. ماذا عن قاعده الناشئين لتنس الطاوله المصريه؟ احنا عندنا قاعده ناشئين كويسه جدا، بس محتاجه شغل عشان بس الواحد يبقى واضح وصريح، محتاجه شغل كتير جدا جدا، عمل معسكرات. احنا عندنا لعيبه ناشئين كويسين جدا طبعا بخلاف هنا جوده، عندنا ياسين ياسر جابر، عندنا مروان جمال، عندنا محمد وليد، كتير لعيبه، عمر علام، عندنا لعيبه كتير جدا في الناشئين ممتازين جدا، ومحتاجين بس فترات اعداد كتير، تجمعات، معسكرات، شغل. وان شاء الله احنا في خطه كده يعني بيتم اعدادها يعني من النائب كابتن حسني فؤاد مع المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي. ان شاء الله كان في وعد بعد انتهاء بطوله الانديه العربيه هيبقى في اجتماع وعرض خطه كده ان شاء الله بالذات للناشئين. يعني احنا انا كرمضان انا حابب اشتغل على الملف ده قوي، ملف الناشئين ده هو ده امل مصر طبعا. يعني لما نتكلم على يعني عمر مثلا في السن الثلاثينات، دينا طبعا هنا لسه صغنطوطه، لكن احنا بنتكلم بقى انت على انت بتقرا افكاري، لان يعني ده السؤال اللي كنت هسال حضرتك فيه. يعني عمر بنبني عليه امال في باريس، ولكن احنا لازم تبقى احلامنا ابعد من كده، وقاعدة الناشئين زي ما حضرتك بتقول قاعدة مهمة جدا، واكيد حضرتك عارف يعني ايه انك تعمل بطل اولمبي، ما بيتعملش في يوم وليلة، وبيبقى نتاج سنين طويلة، وممكن مجلس يجي يكمل حد بعديه، المهم ان احنا نكمل، نبقى حاطين مشروع بنشتغل عليه عشان نوصل للهدف الاسمى اللي هو ميدالية اولمبية لمصر. الحمد لله احنا في الفترة الاخيرة خلال طبعا قاعدة الناشئين اللي احنا اتكلمنا عليها، ولازم يظهروا في المحافل الدولية كتير ونشارك لهم في بطولات دولية، وهو ده الاحتكاك عشان الرهبة تخف، لان أكيد. طبعا حتة ان انا العب في بطولة دولية واللاعب الاجنبي ده والشكل ده والستايل بتاع البطولات الدولية بيدي رهبة شوية. احنا كثرة المباريات الدولية والمشاركات الدولية يعني هتخفف الضغوط عن لعبتنا. احنا عندنا قاعدة كويسة، يعني عايز اقول لحضرتك احنا ظهر في بطوله العالم الاخيره اللي في الصين احنا حققنا فيها المركز التاسع، لاعب يوسف عبد العزيز عمل طبعا وهو صغير في السن على فكره، عندنا شادي مجدي عمل نتائج رائعه، طبعا كان معاهم المخضرم محمد البيلي وكان معاهم محمد شومان. بصراحه يعني في منتخب في عدم وجود عمر عصر اللي هو الامال بتتحط عليه واحمد علي صالح حققنا مفاجاه وتحقيق المركز التاسع، وكان مش عايز اقول انه الصف الثاني، لا هم شباب وصغيرين وهم امل الفتره الجايه باذن الله. عجبني رغم ان هم زي ما حضرتك بتقول صغار سنا، ولكن هم كان عندهم من الشخصيه لقياده منتخب مصر في ظل غياب نجوم زي ما حضرتك بتقول. ممكن اوقات بنقول القائد بيبقى مهم جدا جوه الملعب حتى لو سبورت للعيبه الصغيرين، لكن لما هم يبقى عندهم شخصيه البطل فده اكيد يفرق جدا مع منتخبنا، ان احنا يبقى عندنا عناصر صغيره في السن ولكن بالامكانيات وبالفكر ده. اقول لحضرتك حاجه، هو في احنا يعني بنعاني من الموضوع حضرتك قلت عليه، في لعيبه كويسه جدا في الدوري المصري ممتازين وبيحققوا نتائج واول وتاني جمهوريه وتالت جمهوريه، تيجي حضرتك تطلعيه في بطوله دوليه تلاقيه بمستوى تاني خالص. فان يوسف عبد العزيز، شادي مجدي، طبعا معاهم المخضرم محمد البيلي، محمد شومان، ان هم يبقى عندهم الثقه بالنفس دي
ويلعبوا مباريات ممتازة جدا جدا ويحققوا المستوى ده من اللعب ومفيش رهبة، بيدينا أمل كبير جدا إن احنا في الفترة الجاية هنعتمد على اللاعبين دي، لأن هم فعلا أثبتوا لنا إن هم جدارين إن هم يمثلوا منتخب مصر. طيب كابتن رمضان، يعني في بداية الحلقة يمكن قلت إن فاضل على باريس سنة وسبع شهور، وده مش وقت كبير ومش وقت كافي، وحضرتك اكيد عارف ان السنه راحت لطوكيو كمان، فالوقت للاعداد قليل جدا. يمكن احنا مكملين، ما بقولش احنا هنبتدي للاعداد لباريس، بقول احنا مكملين للاستعداد واعداد ابطالنا لباريس. ماذا عن منتخبنا، منتخب تنس الطاوله، للاستعداد لباريس 2024؟ وبالفعل تم اعداد خطه عمل لباريس 24 واعتمادها من وزاره الشباب والرياضه، كانت اتطلبت مننا، وتم وضع الخطه عن طريق الكابتن ماجد عاشور المدير الفني للمنتخبات الوطنيه، وفي وجود المهندس خالد الصالحي ومجموعه مجلس الاداره، وتم وضع الخطه دي وتقديمها للوزاره، لان طبعا بيتخللها معسكرات دوليه، بتخللها بطولات دوليه كتير، فلازم ناخد موافقه الوزاره عليها، والحمد لله الوزاره وافقت على خطه العمل، وان شاء الله ان احنا يعني ماشيين في الاعداد ده. وبعد بطوله العالم اللي كانت موجوده في الصين، كانت في بطوله ماكاو دي برضو في الصين، ودي من ضمن خطط الاعداد لباريس 24، بالاضافه لبعض بعض البطولات بنسميها احنا بروتور، ان شاء الله في اوروبا وفي شرق اسيا، مع معسكرات، وده المهم جدا، والمعسكرات بتفيد جدا المنتخب، لان انا مش معسكر بس وتدريب، لا، بيتخللوا مباريات مع بعض الفرق واللاعبين المصنفين دوليا، فمن هنا بيبقى بتؤهلنا. طبعا طبعا بيبقى معسكرات قويه جدا ومباريات قويه جدا مع فرق في الدوري الالماني، وده اللي حصل في المعسكرات اللي فاتت، والحمد لله يعني ان شاء الله ندخل باريس 24 واحنا في حاله كويسه باذن الله ان شاء الله. خليني استاذن حضرتك نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين كلامنا عن تنس الطاوله المصريه، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين حوارنا عن تنس الطاولة المصرية مع ضيفي اللي منورني النهاردة في ملاعب الأبطال، كابتن رمضان عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة. كابتن رمضان، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن استعداد منتخبنا لباريس 2024، وخليني يعني أخد خطوة كده لورا وأسألك عن أفريقيا. ماذا عن خريطة أفريقيا في تنس الطاولة؟ هل الخريطة اتغيرت عن فترة سابقة؟ طبعا زمان، يعني من فترة مش قليلة، كانت نيجيريا مكتسحة أفريقيا. نيجيريا نيجيريا كانت هي رقم واحد لفترات طويلة جدا، لكن احنا الحمد لله تربعنا دلوقتي على عرش أفريقيا، وبقينا رقم واحد على مستوى أفريقيا، حتى في الناشئين والنشئات والمستوى المنتخب الأول للرجال والسيدات، وخصوصا السيدات احنا يعني مكتسحين بمسافة كبيرة جدا. يعني تيجي حتى في البطولة الأخيرة في أفريقيا، كانت الجزائر موجودة، تونس موجودة للسيدات، لكن إحنا بنتربع على عرش السيدات. الرجال الحمد لله إحنا برضو حاملين اللقب والمدير الذهبية، هي بس الفردي هو ده اللي بيبقى فيها شوية مناوشات، بيبقى فيه اللاعب رقم 11 على العالم أرونا قدري، هو ده اللي بينافس شوية عمر عصر على الميدالية الذهبية، لكن عمر الحمد لله كسبه في اخر بطوله وحقق الميداليه الذهبيه. شايف ازاي ان كتير من الانديه بدات تهتم بالالعاب الاخرى زي تنس الطاوله؟ يعني شفنا امبي بيحقق لقب البطوله العربيه للانديه، يعني بالنسبه لي اوقات لما بسمع غير اهلي وزمالك والانديه اللي المفروض بتهتم بباقي الالعاب ببقى مبسوطه ان بقى الفكر ده موجود في كتير من الانديه، انا عندي لعبه اقدر ان انا انافس بيها، اقدر ان انا احقق بيها، يهتم بيها اهتمام لا يقل ابدا عن كره القدم. لعبة تنس طاولة حضرتك عارفة ان هي لعبة فردية، واللعبة الفردية يعني اقل تكلفة من اللعبة الجماعية. ابتدت فعلا في كتير من الاندية المصرية تهتم بتنس الطاولة،
وكانت السنين الاخيره دي كان نادي جزيره الورد بالمنصوره بصراحه يعني طبعا قدم مستويات قويه جدا جدا جدا. وطبعا بيبتدي قاعده ناشئين وبيستعين ببعض اللاعبين واللاعبات اللي ما لهمش مكان في انديه القمه زي الاهلي او الزمالك، بيستعين بيهم وبيكون فريق قوي جدا وبيبتدي يشارك بيه في بطوله الدوري. وفعلا في مش بس جزيره الورد، ام بي ظهر الفتره الاخيره داخل بتروجيت الفتره القادمه، في انديه كتير في الاقاليم لما نتكلم، في برضو نادي الحوار في المنصوره، في انديه كتيره، في انديه جيل المستقبل في سوهاج، في انديه عديده جدا في مصر يمكن مش لاقيه نفسها في بعض الالعاب زي مثلا الكوره، الباسكت، الهاند بول، تنس الطاوله هي اللي شغلها وهي اللي محققه فيها مراكز وحاجات يعني مراكز، وفيها ظهور جيد جدا في بطوله الدوري وبطولات الناشئين، محققين مراكز كويسه جدا. طيب يمكن ما اتكلمنا على ملف الاحتراف وحضرتك ذكرت اكتر من اسم ولاعبين محترفين في منتخبنا الوطني قد ايه فارقين مع المنتخب، وقلنا ان الاحتكاك القوي ده بيصب في الاخر في مصلحه لاعبتنا من المنتخب الوطني وبيخليهم اعلى فنيا وبيديهم القدره ان هم ينافسوا ابطال العالم. هل يمتلك الاتحاد خطه لتصدير العديد من اللاعبين للاحتراف في الخارج؟ اقول لحضرتك حاجه، هو احنا يعني لائحتنا لائحه اتحاد تنس الطاوله ما فيش اجبار على ان انا اقول اللاعب ده يطلع يحترف دون رغبه ناديه. يعني معظم اللعيبه يعني بيلعبوا الانديه مصريه، فلازم موافقه النادي بتاعه على الاحتراف. تمام. لكن انا كرمضان كنت اتكلمت في الجمعيه العموميه الاخيره وكنت بتكلم على فكره عمل اكاديميه للاتحاد المصري لتنس الطاوله، ودي يمكن جديده شويه. طب الاكاديميه دي هتفيد بتهدف لايه؟ الاكاديميه دي بهدف ان انا اعمل انتشار للعبه الاول، وهو ده الهدف الاسمى، توسيع قاعده الممارسه. طبعا ممارسه، ومنها ممكن احقق من الممارسه دي نشاط بطوله بدل ما هي ممارسه بس، انتقاء العناصر المميزه. بالظبط. وزاره الشباب والرياضه عامله مشروع البطل الموهوبين والبطل الاولمبي ومحقق نتائج جيده جدا. فبصراحه انا غشيت الموضوع ده من الوزاره، الفكره عجبتني جدا اللي عاملاها وزاره الشباب والرياضه والقائمين عليها طبعا. ليه لا ان احنا كاتحاد مصري نعمل اكاديميات خاص بتنس الطاوله. بالظبط. اكاديميات في كل محافظات مصر تبقى اكاديميه اتحاد تنس الطاوله، والاكاديميه دي في الحاله دي هتبقى اللاعبين تابعين للاتحاد المصري، وممكن الفكره تتحقق نجاح ورواج والحاله دي يظهر لاعبين. كابتن الاكاديميات دي ما لهاش علاقه بالانديه، يعني هو لاعب اكاديميه الاتحاد المصري لتنس الطاوله، يعني هيبقى مقيد في الاتحاد تحت اسم الاكاديميه اكاديميه الاتحاد. بس هقول لحضرتك حاجه، انا يعني انا قلت الموضوع ده دلوقتي ما كنتش مرتبه، هو كان مجرد اقتراح في الجمعيه العموميه. ولقى رواج ليه؟ لان برضو ممكن الانديه تستعين باللاعبين دي. تمام. يعني انا مثلا الوزاره دلوقتي اللاعبين دي بتلعب باسم وزاره الشباب والرياضه، فليه لا ان احنا نعمل حاجه زي كده، وساعتها انا اقدر كاتحاد اقول للاعب ده يطلع تجي له فرصه احتراف، اقدر اطلعه احتراف. لكن طول ما هو عندنا على قوه النادي، النادي طبعًا هو اللي بيبقى متحكم. اصل النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي انا باكد يعني بركز فيها ليه، مش كل اللاعبين عندهم القدره ان هم يلعبوا الانديه، مش كل اللاعبين عندهم القدره ان هم يبقى عندهم اشتراك نادي فيقدروا ان هم يمارسوا. حضرتك عارف ان تنس الطاوله لعبه مش مكلفه، يعني هي ترابيزه مش مكلفه زي العاب كتير تانية، وشفناها كتير منتشره في مراكز شباب. فلما الاتحاد يتبنى فكر زي ده، فاعتقد يعني احنا 104 مليون وشويه دلوقتي، كنت لسه شايفه التعداد في مدينه نصر، اعتقد ان هيبقى في اعداد كبيره جدا، يعني هتفرز عن اعداد كبيره جدا مميزه. طبعا هي هتفرز لاعبين كتير جدا، لكن احنا لعبتنا مش مركز شباب او هو طبعا الممارسه. لا انا بقول الممارسه. هي كقطاع ممارسه مطلوبه جدا، انا نفسي كلنا لعبنا تنس طاوله. انت يعني ممكن حد لو عنده بيت كبير ممكن يحط يعني ترابيزه تنس طاوله في البيت، كلنا واحنا صغيرين. لان في حاجات كتير فور فن، مش للاحتراف، يعني طبعًا في ناس بتلعبها
ان هم يعني حابين تنس الطاولة. احنا كلنا بدأنا كده. ما حدش فينا بدأ في نادي. يعني كلنا انا اسف يعني لو في نادي في مثلا قهوة او في مركز شباب صغير او في حتى اماكن كده صغيرة فيها ترابيزة بينج بونج وبيلعبوا مع بعض وبتظهر الموهبة وبيبتدي لو هو حب الموضوع. خلي بال حضرتك مش لازم اللاعب يكون مقيد في نادي عشان يلعب في بطولة الجمهورية. عندنا حاجة اسمها اللاعب الحر. اللاعب الحر ده مجرد ان هو بيدفع رسوم الكارنيه كارنيه لاعب للاتحاد المصري لتنس طاولة وبيدفع رسوم بيصبح لاعب مقيد في الاتحاد المصري لتنس طاولة ويقدر يلعب في بطولة الجمهورية عادي. بيبعت اسمه للاتحاد عن طريق الفاكس او بيروح بيسجل اسمه بنفسه وبيقدر يلعب في بطولة الجمهورية. فمش شرط اكون مقيد في نادي، لكن الانتشار وقطاع البطولة محتاجة شغل كبير. أكيد. الشغل ده شغل الاتحاد. زي ما قلت لحضرتك فكرة لسه يعني في دماغي إن إحنا ليه لأ إن الاتحاد يتبنى فكرة عمل أكاديميات يساعد الأندية، لأن حضرتك برضو ذكرتي حاجة إن اللعبة مش مكلفة. هي للأسف الشديد هي مكلفة؟ جدا فعلا؟ جدا جدا. ويعني أنا عايز أقول لحضرتك مش أي حد بيكمل فيها. الأدوات خصوصا المضرب اللي حضرتك شايفاه ده اللي الناس بتتهاون بيه، المضرب ده غالي جدا. المضرب ده يعني وبعد في مشكله تانية ان هو عباره عن طبقتين. احنا يعني بنسميهم جلدين. الجلده دي حضرتك الجلد او الربره دي بتتغير بصفه مستمره وتمنها يعني اقل جلده دلوقتي ب 1000 جنيه. لا اعذر جهلي بقى كده، هي مكلفه جدا يعني وكده مش اي حد هيعرف يكمل فيها بسهوله. واكيد الاتحاد عليه اعباء كبيره يعني اكيد اللعيبه بتتحمل والاتحاد كمان. لا والله انا اتفاجئت بالاسعار دي يعني يمكن تمام. فنامل احنا طبعا نامل الانتشار طبعا هيقابله حته عائق الادوات والمضرب طبعا مكلف جدا. نتمنى ان احنا نوصل لحلول ان احنا نقلل من تكلفه. كابتن رمضان اخيرا واحنا مع بدايه عام جديد بتتمنى ايه لتنس الطاوله المصريه؟ طبعا الامنيه الاكبر ان احنا نلاقي عندنا لاعب يحقق ميدالية في اولمبياد 2024 ايا كان بقى عمر عصر يوسف عبد العزيز حسب اللي هيتاهل للبطوله. لسه المنافسات التاهيل لسه ان شاء الله. ولعبتنا هنا جوده لسه جايه واخده بطوله في تونس بطوله العالم محققه ذهبيه الزوج المختلط مع لاعب كازاخستان. عندنا امال كبيره جدا في لعبتنا. فان شاء الله مش بقى انتشار لاقطاع البطوله، نشوف على المستوى العالمي في بطوله العالم في الاولمبياد نحقق ان شاء الله مراكز متقدمه باذن الله. ان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. سنه سعيده عليك وعلى الرياضه المصريه كلها وعلى تنس الطاوله المصريه، وان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه بالشغل وبالتعب. ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق اي حاجه. النهارده كان ضيفي كابتن رمضان عبد الله عضو مجلس اداره اتحاد تنس الطاوله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا اسيبكم مع تقرير للعبه جديدة انتشارها بادئ في مصر اسمها الرول بول، وهي عبارة عن كرة اليد بتتلعب واللاعبين لابسين باتيناج. سيبكم مع التقرير تشوفوا اللعبة الجديدة وتتعرفوا عليها أكتر. نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله من ملاعب الأبطال. إلى اللقاء. لعبة الرول بول هي عبارة عن لعبة دمجة ما بين ثلاث ألعاب، هو الأساسي فيها هو السكيت وهو الباتيناج، وطبعا دمجة ما بين الهاند بول والباسكت بول، واخدين من نفس شكل طريقة اللعب طبعا بس بنفس الخطط ما بين الهاند بول والباسكت بول، وفي نفس الملعب وبنفس الجون أصغر شوية من كرة الهاند بول ولكن بنفس كرة الباسكت. هي لعبة طبعا بأمر الله داخلة في نطاق ان هي تكون لعبة شعبية، واحنا بنجتهد ان هي تكون لعبة شعبية، والحمد لله رب العالمين احنا في وقت قصير جدا اللعبة بدأت تنتشر في اكتر من نادي الحمد لله رب العالمين، وبدأت تجذب ناس كتير لسهولة اللعبة وان هي مش محتاجة ادواتها مش غالية قوي. دلوقتي لعبة الباتيناج بقت موجودة في كل الشوارع، كل اللي انت بتحتاجه هي كرة الباسكت فقط لا غير، وده اللي بيسهل علينا ان احنا نلعب. الملعب بتاعنا بنلعب اللي هو الملعب المتعدد اللي هو الخماسي، فده برضو بيسهل ان هو ده متواجد في كل الانديه وفي كل الاماكن اللي احنا نلعب بيها. دي بدايتنا ان احنا عملنا دوري السنه دي مكون من 9 فرق عمومي، وفي نفس الحال برضو عملنا بيبتدي بسن 8 سنين و10 سنين
و14 سنه و18 وعمومي سيدات ورجال. طبعا كل حاجه بالنسبه بيبقى فيها البنات والولاد فيها. عملنا الخطه بقى ان احنا هنبتدي ننشئ في المناطق عندنا، ابتدينا بمنطقه اسكندريه ان احنا ننشئ منطقه اسكندريه، وبعدين هيليها منطقه القاهره، وهنبتدي نخش في الصعيد والمدن القناه، وده بنحاول ان احنا ننشر اللعبه في اكثر عدد. عندنا كمان في نص السنه هنبتدي نعمل مهرجانات للولاد الصغيرين بحيث ان هم يبقوا يتعلموا اللعبه اكثر، وان احنا نستفيد منهم في اكتر يعني. برضه عندنا كاس مصر هنبتدي نعمله، وبنستعد لتكوين منتخب هيمثلنا في كاس العالم. طبعا مصر شاركت في بطولات من اول 2011، كان طبعا شاركنا فيها بشكل فردي وعدد قليل، بعدين الموضوع اتطور في 2013 شاركنا بعدد قليل شويه من اللعيبه، 2015 بدا الموضوع ينتشر شويه في مصر والناس تعرفه. من بعد كده بدا الحمد لله مشاركه مصر بشكل قوي في بطولات العالم. في 2019 احنا جايبين ثالث عالم منتخب البنات وسابع منتخب الولاد. كان لسه الاتحاد بتاعنا بيبقى لسه ناشئ، وكنا لسه بنتحرك ان احنا نكبر اللعبه والناس تعرفها اكتر. الحمد لله احنا السنه دي طبعا في 9 هيئات مشاركه في الاتحاد، الوضع اختلف، بنحضر نفسنا لبطوله العالم الجايه ان شاء الله في شهر ابريل. فالموضوع طبعا الحمد لله اختلف يعني، الفتره اللي فاتت ديت من 2019 للسنه دي في طفره كبيره حصلت للعبه، انتشارها في عدد انديه في محافظات كتير، من اول اسكندريه، القاهره، الصعيد، السويس، بورسعيد، طنطا، المحله، المنصوره، فالحمد لله انتشرت في محافظات كتير يعني. النهارده بنلعب في المرحله الثانيه في الدوري، اول دوري رسمي يتلعب في مصر. احنا النهارده ان شاء الله الدوري هيتم اختيار منه لعيبه منتخب مصر اللي هتشارك في بطوله العالم اللي جايه. بدأت اللعبة 2012، يمكن من أول الناس اللي بدأت اللعبة في مصر. اللعبة بدأت أوائل 2012 وأواخر 2011 من خلال كابتن أحمد حسن، كان مدرب منتخب الإمارات وجا نقل الموضوع عندنا هنا. عندي 21 سنة، بلعب سكيت أو ما يسمى بالباتيناج بقالي 3 سنين. في لعبة ظهرت ولعبة ممتعة جدا الصراحة اسمها رول بول، وهي تختلط ما بين الهاند بول والسكيت والباسكت. طموحي للعبه ان يعني ان شاء الله اللعبه تنتشر وتبقى من اللعب العالميه. احنا بدانا اللعبه من كام شهر، كانت بتتلعب بره. الفضل فيها كابتن احمد حسن، هو الرئيس يعني، هو اللي عمل البطوله وهو اللي ساعد ان تبقى مفتوحه لكل الانديه. كابتن احمد قدر يجهزنا وقدرنا ان احنا نعمل كذا فريق، بدانا ان احنا نشارك وبدانا ان احنا نلعب. فالحمد لله في الفترة اللي فاتت بدأنا مستويات كويسة وجبنا كاس مصر، ودلوقتي بنلعب في الدوري ولعبنا جولتين في الدوري، مستنيين لسه بقية الدوري ونخلصه وإن شاء الله يعني يتم على خير على الفريق بتاعنا وعلى فريق كل الفرق الباقية المشاركين. هي لعبة ميكس ما بين كرة الباسكت وكرة اليد، قوانينهم شبه بعض شوية. اللاعب هي عبارة عن فريقين، الفريق مكون من 5، طبعا اللي بيكسب اللي بيجيب عدد اهداف اكتر. مده اللعبه بتختلف، مده الشوط بيختلف من مرحله لمرحله، هي بتبدا من تحت 14 سنه لغايه العمومي اللي هو فوق 18 سنه، بقى ده مفتوح لاي سن. اللعبه هي يعني الميزه فيها ان هي فيها منافسه بين اللعيبه، وبتبقى عباره عن تحركات بالسكيت، هي زي شبه كره اليد شويه بس بالسكيت بالباتيناج يعني. الهدف منه ان هو ينقل الكوره، ما ينفعش يمسك الكوره ويطلع يجري منها، هو بينقل الكوره لغايه ما بيصوب، ممنوع يخش دايره الاربع امتار 4.5 متر عشان دي منطقه الحمايه بتاعه الجون يعني.